وأثبت الغرب أنه لا يوجد لديه لا أصدقاء ولا يوجد لديه أعداء، يوجد لديه عدو واحد هو كل من يقف في وجه مصالحه المادية، فيعني لا الشيوعية ولا الإسلام ولا النازية ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها هم أعداء للغرب. إذا كانوا يلبوا المصالح فهم أصدقاء، إذا كانوا يقفوا ضد المصالح فهم أعداء، يعني المبادئ صفر. لكن آخر حقيقة وهي من أشد الحقائق قبحاً وقل من الناس تعرف عنها هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنياً وعسكرياً وعقائدياً، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة، البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طالبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ والغرب يدعم هذه المنظمات التي تسمى اليوم منظمة أزوف اليمينية، وإسرائيل الصهيونية التي تجتر ذكرى البكاء على ضحايا المحرقة، تدعم زعيما يدعم النازية التي قتلت اليهود. هذا يؤكد بأن الغرب يكذب في كل ما يقول، والغرب لا يهمه سوى أن يسيطر على العالم، أن يتحكم بالعالم، وأن ينهب الموارد ويملأ خزائنه به.